وبتكاتف الجميع وبتعاون الجميع لنرقى أيضا على مستوى ما يرانا به الآخرين وخاصة أبناء تعز. نقول للإخوة في الملتقى شكرا جزيلا لكم. هناك ملتقى أيضا تقريبا أبناء مأرب إخواننا في إيب أقصد لديهم ملتقى، يا ليت ونتمنى يتعاونوا ويكونوا على أساس أن الإخوة في إيب يكملوا ملتقاهم تماما ليتمخض عن الملتقيان ملتقى واحد وهو ملتقى أبناء الجنب. الأخ رئيس الجمهورية وجه بشفويا بأن تكون كل المذكرات إقليم الجند، الختومات إقليم الجند، وإن شاء الله سنبدأ ولو بداية فردية باسم إقليم الجند. هناك لجنة شكلت 5 من إيب وخمسة من تعز في الرياض، وبدأوا الشباب كلجنة تحضيرية لإقليم الجند، ساروا بخطوات أيضا نحو إعلان إقليم الجند. هناك عراقيل كثيرة لهذا الإقليم من الخارج، لا أقول من الداخل وإنما من الخارج، لكن إقليم الجند بإذن الله عز وجل سيعلن قريبا وستتكاتف الأيدي، وإقليم الجند لا يوجد فيه النزاعات الموجودة في بقية المحافظات، لا يوجد فيه هذا من أبناء إيب وهذا من أبناء تعز، الناس إخوة وأحباب، ولابد أن نأخذ من إقليم سبأ أيضا، نأخذ من إقليم سبأ العبرة والعظة، فهم قد سبقونا بإعلان هذا الإقليم، وما نرى في مأرب عاصمة الإقليم لابد أن نرى أيضا في إقليم الجند مستقبلا. وأول ملف لهذا الإقليم هو ملف التحرير بإذن الله عز وجل، وسنحرر إقليم الجند وسيكون التحرير قريب إن شاء الله، وستسمعون ما تطيب به أنفسكم وما تراه عيونكم بإذن الله عز وجل خلال الأيام القريبة القادمة. شكرا للجميع. شوقي سعيد قاسم، مقاومة تعز.